شهدت العاصمة الأوروبية لقاء تحسيسيا للمستثمرين من مغاربة العالم يوم الأربعاء الماضي 6 فبراير 2013، في إطار تجنيد المغاربة المقيمين ببلجيكا من أجل تنمية المغرب اقتصاديا واستثماريا. غير أن صرخة مهاجر تفاجئ الحضور وترتفع عاليا بكل تلقائية، تهز اللقاء دفاعا عن حق ضاع منه أكثر من 35 سنة، وحسب قول الضحية جاء نتيجة للاستثمار مشتكيا من أحد البنوك بتهمة النصب والاحتيال. وإليكم تفاصيل الموضوع. إذا عقلتي 29 جمعة 2011، من قلت لك رسالة لك شخصيا وتعطيها الوزير، وفي النهاية ملي تعطيها الوزير فاش صرات لك الميل، لأن عرفت ما باقي لكش النسخة، وقلت لك قلت لي غادي يقوم بها شخصيا. إلى يومنا هذا باقي ما شفت منك حتى شي حاجة. سير القصور كذلك مرارا وتكرارا كيقول لي ما غادي يعملوا معك قصة خاصة، غادي يعملوا معك قصة خاصة في الوقت اللي كيطرقوا الناس كيعملوا لي سلسلة كهربوا، حق لكم حتى دانا ماروك. جا السيد القنصل قال لي قد اجي غادي نعمل لك رساله في الحقيبه الدبلوماسيه، صرخوا علي في الحقيبه الدبلوماسيه، ولكن كيكذبوا عليا ما كاين حتى شي جواب. انا درع مرارا وتكرارا وكيبغى يوقفني في الباب، كيقول لي اودي انا غادي نقوم القضيه، ما قادر يديك حتى شي واحد الا في جلاله الملك. حيا جلاله الملك. وكنطلب من البنك الشعبي، ما كنطلبش منه يعطي لي فلوس، ما كنساش عليك يا سيد الأيوايو، كنطلب منكم تجلسوا معايا، إذا اديتكم فلوس أجي نديركم وبيعوني الدار ديالي بدون الشبهة، بدون التعليق الويسي، ولكن إذا زورتوا عليا تاخذوا. النقطة الأخيرة تقريبا، ألو شكون اللي زور عليا؟ سيد فاسي فهري هو اللي زور عليا، ومساعده واحد يقولوا شارون معهم، شارون ملقب شارون، أما الاسم العائلي هو عرفوا شكون هو. إذا سقطوا على صرف البنك الشرقي يقولكم من هو. ألو زورني يا فاسي الفهري، ولكن فاسي الفهري في ديك الأيام هذيك على الأقل المغرب خلص عليه 300 مليون، خرجوا من الحبس 300 مليون وخرجوا من الحبس. كتبت العراقي المغرب لما قال لي من كتب سيطوا عليه مانطة دولية، قطعوا السيميزا على الخامسة صباحا. صافي يا شريف، راك فهمت المشكل دابا وعارفينه، خليني نجاوب باش تجاوب. ولكن الساعة 7 خليني باش تجاوب. صافي ما انا ما كاين مشكل، انا تفضل ما كيحتاجوش. صافي، شكرا على كل شيء.